بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولتنا اليوم. نجيو للملاسين على برشا اعتبارات. تعرف الحياة، الحياة فيها الحلو فيها المر فيها الباهي وفيها الخايب. اليوم نجيو للملاسين في بونسي. بونسي لصديقنا اخونا زميلنا صاحبنا تتقال عليه كل شيء، الهادي خضر. الهادي خضر في ذمة الله في شهر، نحكي على شخصي، في شهر تفقد زوز أصدقاء عزاز على قلبك، جمال الدين الكرماوي الله يرحمه وفي جرة أخوه عبد الرحمن. واليوم باش نحضروا موكب دفن الهادي خضر. الهادي خضر اللي هو علامة مضيئة في تاريخ النادي الأولمبي للنقل، كان حارس العارين متاع النادي الأولمبي للنقل. الهادي خضر كانت له صولات وجولات. اللي يعرفوا الهادي خضر، وهنا احنا في معقل الملاسين، اللي يعرفوا الهادي خضر يعرفوا أنه كان صاحب نكتة، أنه كان صاحب صاحبه، أنه بالحق الهادي خضر كانك القلب الكبير. هادي خضر ربي تفكر وربي حب وربي عطاه وربي اللي هز الله يرحمه، وربي يصبر عائلته بصفة عامة، وربي يصبر العائلة متاع النادي الأولمبي للنقل وأهالي الملاسين اللي تربى في وسطهم، وحي الزهور والزهروني وسيدي حسين، كل هذه الأحوام اللي كان يدور فيها الهادي خضر وكان عايش في وسطها. ربي يرحمك يا هادي خضر. هذا المعطى الأول اللي جابنا اليوم للملاسين. المعطى الثاني هو مرة أخرى نحكي رسالة شكر البلدية تونس. بلدية تونس اللي سمعتنا احنا لهنا، نسمة اللي كنا جينا هوني وصورنا الجرابع وصورنا القطاس وصورنا الهندي اللي نابت فوق المحلات. دونك هذايا واحدة من الإنجازات. وهنا زاد كيف كيف باش نستوقفكم باقي باش نحكي، نحب نوجه تحية كبيرة لزميلتنا رئيس تحرير الأخبار هند المجدي، اللي قبل ما نجي لنسمة وقبل ما تبدا تسوق وتذوق هند المجدي، كنا كل نهار حد نطلب منها باش نخرجوا كاميرا وتستجيب ونخرجوا وجينا صورنا لهنا. دونك عندك يا هند عندك بار في هالتحسينات هذه، يعطيك الصحه ومازلنا راه باش نواصلوا يا هند. وكما قلت لك النار واحنا في حي الزيتين، قلت راه بلديه تونس توا قاعده تلتفت للبنيه التحتيه، وان شاء الله في خلال هالايام هذه باش يقع تدشين سيدي سريدك وفي جرته زاد كيف كيف باش نمشيو معاهم احنا النهج المر اللي تحدثنا عليه برشا. دونك برافو هند يعطيك الصحه وشكرا للكاميرا نسمه، مش كاميرا تسوق وتذوق، لان الحكايه بدات من قبل ما تبدا تسوق وتذوق. حاجه اخرى، احنا قلنا مازلنا في عيد ميلاد نمشي وصادق، مازلنا في عيد ميلاد نسمه. وانا امبارح كنت وجهت تحيه للناس الكل ونسيت عمدا، حبيت نخليها لليوم لانه اليوم باش نذكرهم بالاسماء. انا خليني نقول نسيت البرو، جماعتنا في البرود اهلا بك، نهارك طيب الحمد لله في البرود. دونك حبيت اليوم نوجه تحيه للسيرفيس تاع البرود، الايه الساره العب ستار هاي يعجبك اهلا بيك زعما. قداش طماطم قداش سومها غاليه؟ 18 شفما زاد ولا والبطاطا قد ايه؟ دوكا نرجع نقول ساره وايه وعبد الستار وجوهر، وثم ناس نسيتهم 4 سنين ولا قد ايه؟ اهلا بيك. على السلامة. بيكم. والله يا خويا الاسوية شاط نار، فهمتني؟ قاعد اللي يعني كيما نقول لها الزواولين ما عادوش واصلين، هاك ترى كيفاش؟ البطاطا بسوم، البصل بسوم، نحن ما عادناش واصلين، قفتنا ما عادش الواحد هاو. جاب القف القفة فارغة، مروحين توا درنا في السوق ومروحين. ربي يجريها على سلاح. امين بجاع الموسم. عايش. ان شاء الله ربي. عايشك. عايش. قداش اللحم اليوم يا ولدي؟ 28 كان العلوش هنا يخدم. كيف كيف فرتسوم. فرتسوم. ب 28 باقي مازلنا بعد. رد بالك. اهلا بيك. قد ايه الدجاج اليوم؟ 6000 ها؟ ربي يعين، ربي يعينكم، ربي يجريكم. سايس روحك. سايس روحك، سايس رواحنا. بلاي انا مرة أخرى خل نشوفوه، ايش صديقنا هذايا. اي تحية بلادنا. اخوي لاباس المرشي توا؟ الحمد لله يا ربي. بلايس بلايس ديما تاعها نسمه اقول لهم حب من حب وكلام من كلام. خليني نحيي زاده كيف كيف الفريق اللي يخدم معايا صادق الصفاقسي. اي باهي 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 ان شاء الله.
قلت خلينا نحيي الفريق زاد كيف كيف اللي يخدم معايا صادق صفاقسي وغازي بن غزايل. دونك صادق صفاقسي بلا ما يسالش باش نوجه التحيه لفاطومه بنتك قولها راك ديما منورتنا. لا باش نمشي عاد من هنا خلينا نشوفوا البارتي اللوطانيه هذيك. سي صحك يا مدام الله يعينك يا شباب عايشك يا عايشك. هاي المدالينا العربي معلم. اه لا لا هذه الشنوة الصحيحة شنو. لا سامحني انا خاطر بالضو اما هذه الشنوة الصحيحة يبدل لها الكولور نتاعها صحيح. هاك انت مازلت تجيب الشنوة الصحيحة وين الطنجرينة؟ لا ما نخدمهاش صحيح والله ما نخدم. اي صحيح احسن حاجة. والبارح راه كنا حكينا عليها الطنجرينة هذه. ما دخلوش ما فيهم اش فما اش فما نسبين البر يعني نحكيو عليه انا نحكيو عليه مازال مع مقلق من نصبين. اي اي كيفاش يعاود بعد ما قادوه المرشي تشوف فيه كيفاه بعد تو الناس كلها ولات تحب تخرج البرا باش تخرج كلها البر بعد ما تقدم فهمني وكذا باش ترجع الناس كالعاده فهمني نصبين البرا فهمني وكذا. والله هذه رساله للبلديه راهو كلمناه رئيس البلديه قداش من مره فهمني وكذا وما علق التليفون وما جاش باش يكر عليه الناس كلها تخرج البر. والله كان بعد مرشيكي من هذايا بعد ما تقد وكنا حضرنا فيه احنا وهي فيه الجرابة كان تتذكر. اه وخرجت منه كل شيء. اي السلام معلمة يا خويا معلمة مولادي ام الاولاد. اهلا بك لاباس انت؟ الحمد لله نعمة بالله. ساعة تحب السيوتية هي ولا مكشخ؟ اه تبعت ولاده. كيفاش كيفاش؟ انا مكشخ نحب التراجع. احنا لهنا في حومة سيوتية يا بنتي. تراجي دولة نحن. ما يتبع في ولادة برشيش هذيك. لا هو متعرف احنا لهنا ماناش بعد على التوفيق. ما انت تخرج من حفرة شيخ عمر ولا قبل حتى حفرة شيخ عمر. تخرج من هنا من ابن شرف. ايه. تلقى روحك في التوفيق. تعرف حومة شكون التوفيق ما هو؟ شيبو. ايوا حومة حومة سليم. هو عم الدولة هنا. وي نعرف. ما قرناش. يا سي سليم الله يخليك. عايشك قداش الكيلو اليوم؟ 6 5 8 باهي مش 6000 اللي لبرا باهي. عندك الحق تقول لك يلزمنا يا ندخلوا الكل هنا يا نخرجوا الكل من هنا. دونك خذ شويه بلايك الله عينك. شوفي شاهي فينا في القهوه هكاك معناها واحنا مازلنا على باب اي باش نتفضل بالطبيعه. وانت تكدري فيا والله راه واحد اهلا بك. سمعت خضر توفى؟ سمعت بالهادي خضر كنت نحكي عليه الله يرحمه. اي شفت ما كيفاش الانسان اللي يبدا خلى تراس هادي خلى تراس لهنا في الملاسين وكانت له صولات وجولات تبارك الله ما شاء الله عليه الله يرحمه. وجاعة كبيرة وجاعة الأهل وخاصة كيف كيف زاد للعائلة الموسعة للنادي الأولمبي للنقل إن شاء الله. الهيئة هذه اللي فيها فرات العكرمي اليوم رئيس وفرات العب مع الهادي كملوا غاديك بلين العب مع الهادي إن شاء الله يتفكروا العائلة ويمشيوا للعائلة ويقفوا مع العائلة في هالمصاب الجلال. الله عينك يا عبيب لاباس مش باش طيبنا به الدجاج اليوم؟ برغل. اي يا صادق ابعث الخدمه انا باش نقعد في الملاسين باش نفطر برغل. راهو الدجاج نتاع الزوالي يهديكم ربي راهو والله 80% من الشعب التونسي عايش بالدجاج. نزيدوا نغلوا لهم الدجاج باش ياكلوا مساكن. ما عادش فاهم ما هو يلزمنا سامحني زاده غلات اما رانا احنا توا علاش انا شخت بالضحك وقلت على سبيل الدعابه بالطبيعه قلت باش نقعد لهنا نفطر مرات تقول لك برغل نسينا راهو الماكله نتاعنا القديمه نسينا البرغل نسينا ها ولهنا القرع الاحمر الشكشوك تقرع بالفول ودرا شنو معناتها مثال. ان شاء الله ربي يحنن قلوب المسؤولين في البلاد هذيا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. دونك بلا المعطى الاهم كما قلت انا وان وجهنا تحيه لهند الماجدي لكن اليوم زاد باش نوجهوا رساله للبلديه بلديه تونس اللي خدمت خدمه كبيره حرام باش تبقى معناتها المناره هذه خليني نقول ولا
هالسوق هذه تبقى فارغه والناس قاعده تنتصب لبرا. دونك بربي الحلول موجوده، الناس تنجم تدخل لهنا ما تقعدش يعني تولي كيني لا حلال لا جيفه كما نقولوها احنا في المثل العامي. ماذا بينا الناس المسؤولين لهنا يجيبوا يدخلوهم الناس اللي لبرا، علاش ما يدخلوش يدخلوا لهنا وتولي الناس كلها تتعامل على قدم المساواه هكا ولا؟ الله يخليك، الله عينك، اهلا بيك. لاباس اخويا، عايشك عايشك. صوروا بلاش، اجا بحذاه نصوركم مع بعضكم. لا لا ما تقعدش تنبر انت من غادي، اجا بحذاه. حشنا ب 200 المعدنوس، ب 200 اي اللهم صل. الرابطه بقداش؟ بدينار. باهي باهي. على كل هذه كانت جولتنا. كيفاش صديقي؟ جيتونا تزامنا مع وفاة اليوم الهادي خضر، الله يرحمه. جينا على خاطر وفاة الهادي خضر، الله يرحمه وينعمه. ويا خويا البركة فيكم ساعة الكل، ولاد سيوتي، ولاد الملاسين، ولاد حي الزهور، خاطر الهادي تربى لهنا وكبر لهنا. على كل هو ربي يرحمه، واحنا جينا كما قلت تكريما للروح الهادي خضر. ان شاء الله ربي يرحمه. مره اخرى تحيه ليك هندا، وان شاء الله نلقاو الارشيف ونرجعوا نصوروا كيفاش كانت الحاله نتاع الاسواق هذه وكيفاش ولات. ومازالت راهي هندا جولاتنا، ومازالت ديديكاس لك انت مره اخرى في عيد ميلاد تسوق وتذوق. نوجه تحيه لكل الناس المره دي توا مش باش نسمي، كل الناس اللي خدموا معايا في كل الهياكل بدون اي استثناء، مانيش باش نسمي الاسماء ومانيش باش نسمي الاستركتور، لكن نوجه لهم تحيه الناس الكل. وإن شاء الله تتواصل لقاءاتنا وتتواصل إن شاء الله في حاجات حلوة، ما نقعدوش كل مرة وإحنا نجيو باش نعزيه ولا باش نعملوا معناتها بونسي الواحد من الناس اللي خلاو تاريخ في البلاد وتوفاو. نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد مع تسوق وذوق، وفي الأثناء ديما نقول إن شاء الله ربي يجريها على السلاح. إلى اللقاء.